ما تقلقش، احنا ابتدينا حملة الدعاية ومضينا عقود كمان، واخدين مقدمات بحوالي 150 مليون جنيه. طب كويس. وبعدين حكاية دقنك دي عايزك تخفها شوية. جرحتني ما لاحظتش، انا عمري ما فكرت اخونك لانك ابويا واخويا وده نوعي اللي لسه ما شفتهوش، زي ما عمري ما هيأس اني اجيب لك ولد حاضن دمي ودمك. والله انت اللي دمك حاضن دمي يا ليلى، احنا في نعمه وما دام وافقت ترضي ارضي رضا كامل. الدنيا دي غريبه قوي يا ليلى، تعبتني زي ما تعبك، عايزة تعلمني كل حاجة وعكسها. علمتني زمان إن كل حاجة بالفلوس، ودلوقتي جاية تعلمني عكسها. علمتني إن نص فكرة ونص كتاب ونص طريق ما وصلوش لحاجة، زي ما علمتني إن أنا إنسان مش نص، وبرضه جاية تعلمني عكسها. تقول إنك مش كامل، مش كامل لإني مش قادر أجيب ولد منك من صلبي ولا أنتي، والحل ان احنا نفترق وده مستحيل. وبعدين الطمع ده، حد يطلب بنت بيضة حلوة زي الوردة حتى وردة ويطلب تاني؟ كتير قوي يا ليلى كتير. صح صح. اصبري معايا يا ليلى، اصبري.
كده يا فاروق انت عندك كل تفاصيل عمليه السرج الاخيره، عايز اشوفه في السجن. خير يا فاروق؟ مالك؟ خبر مش كويس. خير؟ ياسر الظابط هيعمل حلقة في التلفزيون وهيتكلم فيها عنك، والإعلانات مالية الشوارع والنت. أنت غلبان أوي يا فاروق. روح أنت وأنا هتصرف. طيب فهمني بس. يلا يلا. صورة من شرف. عمر، أنا ما عم